سيدتي أنستي وسادتي المشموم تيست جربوا إذا العاقة ديالكم ما شداش مزيان كاين الشكوك كاين بعض التساؤلات اللي ما عندكمش ليها الأجوبة نعيطوا نجربوا سفيان اش اخبارك حبيبي؟ بخير لاباس عليك الحمد لله كلشي بخير وانت في امان الله بخير صافا الحمد لله الله يحفظك خويا مومو بغيت نسال بس الصديقه ديالي دابا خدامنا خدمة 5 سنين ودابا ولات العلقه ديالنا من شهر جوج علقه زوينه اييه ونوال معقول وايام متاخره وليت كنلاحظك تعطل عليه في ميساجات في واتساب واش عدا شي واحد من غيري ولا ما عداش المهم انا بغيت نتاكد وصافي واخا سيدي وانا نوال مع المعقول ومبغيتش نبدلها واخا هذه 7 شهور باش بدات العلاقه ديالكم بجوج كندوي مزيان في الواتساب وكنخرجوا هادي وفاش بغيت نشوف واش عدا شي واحد من غير ايام الاخرى وليت كنلاحظ بحال كتهرب مني واخا كتجاوبني مع الطلاق في الواتساب كتكون اونلاين كتعطل بعد خطرات كتقطع عليا كنقول لها مع مداوي كتقول لي داويها مع الدار واش تكون مشغوله شكون شغوله سفيان لا خدام عارفه واش مشغوله مشغوله ياك عارفه اش كدير عارفه واش مشغوله ولا مشغوله عارفه شنو كدير وانت باش كتلاقى معاها كتضرب التليفون ديالها لا ما كتخلينيش ندخل الواتساب كتقولي ما فيها السريات فيها علاش كنقول لها سي قلبي التليفون ما فيه والو كدوي معاك علاش ما تدخل الواتساب علاش نشوف نطلعها من كدوي ولا كانت شي حاجه شي علاقه مع شي واحد ولا سفيان ولا عاوتاني شنو هاد العلاقه هادي العلاقه ديال العلاقه البوليزه هذه كتقلبوا بعضياتكم تليفونات لا باش نقلب لا باش كنقول لها كتجي وكتدوي في التليفون ميساج ولا معاها من كتقول لي لا سفيان لا لا شوف العلاقه اللي فيها الثقه العلاقه اللي فيها الثقه علاقه لا ثقه انا بغيت نشوف ولا كان عندي شي واحد من غيري انايا الله يسهل لا بلا ما انا مغلق لا سفيان علاقه فيها الثقه ما فيهاش تقلب التليفون فيها الثقه راك تثق فيها راه ثقه فيك والحياه تستمر الحياه غدا زوينه ما كاينش تقلب لي التليفون واش كاين شي واحد ماشي ما كاينش لا لا هي كتقلب لك التليفون هي لا ما كتبغيش كتقول لها سي قلبي كتقول لي لا ما يمكنلاش عندها الحق اخويا ما يمكنلاش عندها الحق انا متفق مع عندها الحق لا معلوم الخصوصيه ديال هادو كل واحد الحريه ديالو في التليفون ديالو الحريه ديالو في التليفون ديالو لا ما تشوف لو ما تقلب ما زويناش هي كدار هي سفيان كدار ولكن ما زوينه لا لا واخا كدار ما نديرهاش انا كنقول لها نشوف كتقول لي لا هذاك الشيء علاش كتدخل لي الشك واللي دخلك الشك ترى وانت كضرب مع الزواج وكتبقى عليك بلاتي علينا بشويه انا راه مازال الحال مازالوش كتعرض عليا بزاف كتعرض عليا بزاف وفاش كتكون خارجه كتصوني لها كتقطع عليك حتى الليل عاد كتجاوبك عاد كتهضر معاك ياك انا بحال نهار السبت الليل عاد الجوبات واخا سيدي مؤخرا هضرتي مع على شنو السبب اللي خلات تبدل عليك شويه قالت لك غير انا اش قالت لك هي جاوباتك كتقول لي مشغوله ولا خارجه ولا شي حاجه المهم كتهرب عليا بشي حاجه باش تقنعني ولكن انا ما تيقشهاش كلش كتكذب عليا واخا سيدي واخا نعيط نجربو سفيان مرحبا يكون خير هات هزك انت ان شاء الله راك مزعوط والله مزعوط راه كنموت عليها اش نقولك بينا فيك تستعلي هات قالت لي ما كندوي مع حتى شي واحد هذا الشيء اللي خلاني ندخل لي الشك تقول لي كندوي معك كتشوف وحدك وعزيز عليا صافي وانا مزعوط نكذب عليك سي ماما واخا سيدي نعيطو نجربو يكون خير سفيان نعيطو لحليمه جربوها 3 شروط مهمه جدا في المشموم تيست سفيان مشموم تيست هو تيست تقدر تكون بوزيتيف نيجاتيف تقدر تعزك انت ما تعزكش انت الى ما عزاتك انت غير بلاتي احسن وثالثا انا نتقبلها عادي نتقبلها تاكد عادي هانيه عادي هاني وثالثا خاصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان صافي عنده معاه في الاخر باش ما كان نعيطو الو وعليكم السلام اش اخبارك لاباس عليك لاباس ياك ما فيقتك من النعاس ماشي مشكل نقدم لك راسي لالا مرحبا معك فاتي من شركة ورود المغرب حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر درنا واحد القرعة صغيرة ومبروك عليك لالا راك كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا مشموم ديال الورود تقدري تهديه للحبيب الخطيب ولا الزوج ديالك يعطيني غير السمية ديالو المدينة ورقم التليفون حنا كنصيفطوه ليه حتى لعندو لما تبغي تهدي هاد البوكيت فلوغ واش السيفات كتهضري ولا فيقاني بالناس باش وراك لالا ربحتي معنا مشموم ديال الورد وعيت لك باش نقول لك لما تبغي تهديه من جاتك النمر ديالي حنا لالا عندنا بزاف ديال النوامر عندنا واحد البازوني فيها بزاف ديال النوامر ومره مره كنديروا واحد القرعه مره في سيمانه باش كنعرفوا الناس اكثر بالمنتوج ديالنا
تكون درتو الريحه ولا شي حاجه الورد. اها نقدر نفكروا في هذه القضيه، ماشي مشكله. لا وصلت، حيت ما عنديش الحبيب. علاش انت يا سيليباتير زعما ما عندكش شي علاقه؟ ما مزوجه ما مخطوبه؟ ما مزوجه ما مخطوبه ما مطلقه. سيليباتير؟ اه واخا ما تهديش راسي. تستاهلي كثر من المشموم ديال الورد. لا لا تهدي راسك، انا معلوم تدير راسك. حليمه اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. كلشي بخير؟ بخير. معاك مومو عرفتني؟ مومو كيف الحال؟ الحمد لله. وانت يا؟ صافا الحمد لله. شكون اللي كيفيق كل الصباح هذه ديال بصح هذه؟ مومو بخير حليمه مرحبا. لاباس عليك مومو. كلشي بخير حليمه. راك معنا في الماش ممتاز. كاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوك. الا قلنا لك مشموم درد واش تصيفطيه لي ولا لا؟ شكون اللي ما عيط على قبل؟ انا بغيت نهدي لواحد الانسان اللي بغيت كنبغيه بزاف. سميتو سامي. سميتو سامي. سامي سامي. سامي ماشي سامي اللي معيط هليمه. ايوا المهم ايوا انا كنعرف واحد صافي واخا سميتو سامي. سفيان. اه بس المهم انت هو سامي؟ لا هضر مع حليمه. هو حليمه. وي سفيان كيداير؟ بخير الحمد لله. كي جاتك المفاجأة؟ كي جاتك المفاجأة؟ وكي جاتك المفاجأة؟ ماشي كي جاتك المفاجأة؟ صدماتني صدماتني. هاني هاني يا سي مومو. صدماتني وناري. حليم الله يسهل عليها، فعلا تزعفت فيها وكنموت عليها ولكن ما زلاتنيش هانية. شي مشكل. حليمة كتعرفي سفيان انت؟ كتعرفي سفيان؟ خدامة معاه؟ اه كنعرف. ياك خدامة معاه؟ وعندك علاقة معاه؟ أنا معاه. لا ما عنديش علاقة معاك. ما عنديش علاقة معاك، دوك هو قال هو صحاب لي انه عنده علاقة معاك. لا ما كاينش بيناتنا شغل اصلا، مجرد صداقة في الخدمة وصافي. هو بالنسبة لي ما وبالنسبة لي كاين علاقة بيناتكم. العلاقة فيها 7 شهور. 7 شهور هما هي. اه. بصح اصاحبي حنا بيناتنا غلاسيو. دابا 5 سنين باش كنعرفوك و 7 شهور الاخرى في الطريق هنا وين كندوي بزاف وبغيت ندير معاك علاقة ونوي معاك المعقول. انا شنو قلت لك؟ واش انت تعرفي ما تعطينيش راس الخدمة. ايوا ها انت عرفتي راس خدام. ما تقولش مومو راه بيناتنا كلاس. بالنسبه لي هذه 7 شهور وانتم مع بعضياتكم وطلب منك الزواج وانت قلتي لي باتي ما نضربوش باتي بشويه. بالنسبه لي راه عنده علاقه معك انت. لا ماشي علاقه ديال مومو. واخا وهذا الموضوع انتم هضرتوا عليه؟ هضرنا في الموضوع ديال الزواج. اه هضرتوا عليه واخا. وانت حليمه ما فهمتيش انه السيد راه رمز عوض. ما كنتش كنصدق ما نكذبش عليك. اه ما كنتش كتيقي واخا شويه ديال الضحك فيه. اه واخا لما انت كنتي واخا ماشي ضحك. واخا حليمه دابا سفيان دابا ارتحيتي فهمتي تاكدتي ما كاين والو؟ فهمت ما كاين والو. صافي هادشي اللي كاين. الله يحفظك السي مومو. مرحبا حليمه. شكرا لك حليمه. شكرا عندك ما تعيطيش عليا ان شاء الله. علاش تعيط لك اصاحبي؟ هو تعيط عليا لا دائما تعيط عليا ندوي شويه ونضحكوا شويه. ما قالت لك ما كاين علاقه لا والو واش فهم؟ راه ثقات تحت الصراحه. ولا عاوتاني واحد يكون عاوتاني شوف الواحد يكون واحد شويه النفس شويه ديال عاوتاني سفيان ما صافي دابا 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 انت دابا انت بالنسبه لك راه عندك علاقه معاها وهي ما هي بالنسبه لها ما كايناش علاقه هي بيناتكم. دابا هي دابا هل هي واخده كيتحاول لها واش كنضحك ولا شي حاجه. انا كنجاوب داك الشيء اللي قالت هي داك الشيء اللي قالت هي عاوتاني عرف يكون عنده شويه ديال مره مره شويه النفس مزيانه. واخا هذاك الشيء اللي كاين مومو. شكرا سفيان. شكرا لك سفيان. شكرا خويا. دير معنا الماش ممتاز. مرحبا 05 30 300 300 05 30 300 300. سيداتي انستي وسادتي الماش ممتاز. العلاقه ديالكم متوتره متبعثره هناك شكوك هناك مراوغات هناك قصص غريبه هناك واتسابات غريبة هناك ميساجات في الانستغرام غريبة. عبد الحنين ماذا هناك؟ مومو كي داير بخير؟ الحمد لله انت بخير صح لاباس؟ الله يحفظك انت مزيان صحتك لاباس؟ كلشي بخير الغزال سي مومو. مرحبا خويا. شكرا بزاف على اللي خطيكم. كنسلم على الطاقم ديال الايت راديو كامل. مرحبا خويا. الله يخطيكم على هذا البرنامج اللي كديروا لينا راه زوين بزاف وانا راه بليزير دابا شي شنقول لك شي 5 سنين وانا كنسمع لك اخويا مومو بزاف. مرحبا خويا. شفنا اول مره تعرفني لحد ندوز معكم والله فرحان بزاف معكم. دوز معنا في الماش ممتاز وبغيتي تجرب ايمان وان شاء الله الامور تدوز بخير وعلى خير وتعزك انت ان شاء الله اخويا مومو. هذه عام وانت مع ايمان ياك؟ دابا شي عام وانا مع ايمان. كانت العلاقه ديالي بها
زوينه بزاف، كان واحد الاحترام، واحد الحب كبير اللي بيناتنا صراحه، حب متبادل، حب متبادل سي مومو الله يحفظك. دابا شي شهرين بحال هكا بدات العلاقه ديالنا ما بقاش كيف كانت، فهمتش؟ كنا كنتلاقاو كنهضروا، يعني كندوي في التليفون بزاف، بزاف الحوايج كيطراو بيناتنا زوينين. من هاد الايام صافي ما فهمتش، بحال ما بقاش كتبغي تدوي معايا، كنعيط ليها كتقول لي اسمح لي راه كاينين الدار، بابا ماما داكشي، فهمتي؟ ما عنديش الوقت كيفاش ندوي معاك، ممكن بغيت نتلاقى بها. لا بالعكس، حيت انا قبل كنت كدوي معايا واخا كاين دارهم واخا سميتو. تبدلات هذا تبدلات. تبدلات قبل كانت كتهضر معاك وقبل كانت كتلقى بها. اخر مره تلاقيتي معاها عبد الحنين شي شهر بحال هكاك، ما تلاقينا ما والو، شهر دابا هكاك ما تلاقيناش، يعني كنهضروا في التليفون جوج دقائق صافي كنقطعوا. انا دابا ما مسالياش صافي، تنسالي ونعيط ليك كذا صافي، كتقطع العلاقه فهمتي. هذا كيتسمى التفزع، هذا تفزعك كيتسمى الصداره. دابا كان دابا ولات كتصدرني فهمتي، فيما كنعيط ليها بحال هكا، لا دابا انا خدامه تنسالي ونعيط ليك، لا هادي فهمتي، يعني وليت كنحس بها بحال كتصدر فيا. اش غدير داكشي؟ اش عبد الحليم متاكد انا باقى عندك علاقه مع ايمان؟ باقى عندي بها علاقه فهمتي، حيت لا حساب الهضره اللي كتهضر معايا فهمتي، يعني باقى بيناتنا شي حاجه. نمشي كيفاش داكشي؟ علاش اخ ما تلاقيت معاها؟ التليفون كيصوني، قلت لها شكون كيعيط لي؟ قالت لك باه ولك عيط ليها. وانت يا راك بديتي المسائل ديال الزواج، يعني قلت لها لماما؟ قلت لها الوالده ديالي، وهي دوات مع والديها وداكشي، دوات معايا غير مع ماماها، مي باباها باقا ما دوات معاه ما والو. واخر مره كما قلت لك كنتلاقى بها بحال هكا، فهمتي كديسيوني التليفون شي حاجه بحال هكا كتخبيه، لا كيعيط لي بابا، لا انا خدمه، لا هادي. سولتها قلت لها تبدلتي؟ تما قلت بنتي راه تبدلات، وسولتي علاش؟ سولتها كتقول لي لا راه ما كاين لا تبدل لا والو، انا غير ستريس وما خداماش وهادي فهمتي. هذيك الوقيته حيت ما كانتش خدامه، اما فاش خدمات صافي هي فاش قلبات على كل شيء، قلبات عليا بمره ما بقاش كتفهمشي صافي. كنعيط ليها انا ما مسالياش، انا خدامه، انا كندير شغوله، بدات تدار وانا بديت كنشك فهمتي، يعني التليفون ديالها ما بقاش كيسكت، يعني ديما لابيلات خدامين، ديما نعيط ليها. دابا هذه الشهر ما شفتيهاش، انتوما في نفس المدينه انتوما في الدار البيضاء، بزاف الشهر ما شفتيهاش. المشكل الدار ديالها حدا الخدمه عندي فهمتي، يعني ما كاينش شي سباس كبير فهمتي، يعني دور مع الدوره دارهم. وايلي والله اقسم بالله. وكنا كنتلاقاو بزاف، يعني كل نهار كنتلاقاو ثلاثه المرات، نتغداو مع بعضياتنا، نخرجوا ندورو فهمتي. صافي حتى تقلبات 180 درجه، بحال هزيتي ايمان وحطيتي ايمان اخر. واخا دابا نمشيو تيست غنديروا اخويا عبد الحنين، هو غنديروا على قبل باش نعرفوا واش العلاقه باقا ولا ما باقاش. اتونسيون هذاك الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين. دابا تقدر تقول لك راه ما بقيتش معاك، نعيطوا نجربوا ايمان. ثلاث شروط مهمه جدا في المشمون تيست، المشمون تيست هو التيست، تقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف، تعزلك انت ما تعزلكش انت، الا ما عزلتكش انت غالبا تي احسن. وثالثا خصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان، واخا عبد الحنين صافي داكور. نعيطوا ما كنعيطوا تقول لنا حنا الخدمه ما مسالياش ما نهضرش معاكم، لا تدرنا حنا تسعنا دينا التفزع التصدير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شكون معاك؟ فاتي من شركة ورود المغرب، حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود، وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر درنا واحد القرعة صغيرة، ومبروك عليك لالا، كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلاغ، تقدري تهدي الحبيب، الخطيب ولا الزوج ديالك، لما تبغي تهدي هذا البوكيت فلاغ؟ ماما كتستاهل كل خير لالا، ولكن هذه هدية رومانسية. لا ما عنديش. أنت سيليباتار؟ آه. إيمان، شوفك إيمان معاك مومو بخير؟ لاباس الحمد لله. عرفتيني؟ عرفت. راك معنا في المشموم تيست؟ ما كاين حتى واحد اللي معيط على قبل باش يضربك، حيت انت سيليباتير ما كاين حتى واحد منطقيا. كاين واحد السيد اللي معيطنا ولا باش يجربك ندوزو ليك. هادشي اللي قلت هو اللي وقع. هضر معاه. الو؟ الو؟ قلت لها صافا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. ما عرفتيني زعما؟ لا. معك حنين. لاباس؟ كي دايره بخير؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. هي تي دابا سيليباتير؟ علاش؟ كيفاش علاش؟ انا معيط قدام ملايين ديال العالم كتقول لي علاش؟ الو؟ انا ناعسة. دابا كتهضر معنا ناعسة. ناعسة مسكينة. ايمن عيطت قدام الناس كاملين غير باش نعرف واش علاقتنا باقا هي ولا تبدلات فيها شي حاجة، فهمتش؟ حيت مؤخرا راك شفتي كيفاش ولات العلاقة ديالنا، ما بقاش هي نقول لي راه انا ماشي سيري باتاف شي شويه دابا، لا عيطت لبابا نقول لي ان اون كوب قديمه هذه.
قديم ديال حقا اللي عيط لي نقول لي انا اون كوبل قديمه. المهم كنتمنوا لك تتم تنوم ممتعه. شكرا ايمان. ام الحنين نعطيك سي ماما شكرا بزاف. داكشي اللي قلت لك هو اللي وقع هو داكشي صافي صافي دابا يعني كلشي باين. اه الواحد يكون ثاني ها يكون رابيد في الفهم في الفهم ديالو يعني ما حتاش يشرح لك شي واحد كاع. اه بلا اشكال بلا ما نقول الناس مستمعين يهضروا معاك لا والو. شهر ما شتيهاش هي خدامه حدا داركم نتايا ولا خدمتك حدا دارهم. المهم ما شتيهاش هذه شهر ما شي ممكنش والله يعني هذه مخلقه خويا الامور واضحه. اه دابا ما في واش دابا ما فيناش حنا ماشي كلشي عنده القدره لانه يقول الانسان اللي هو معاه انه ما بقاش بغى العلاقه اللي عنده معاه ما بغاهاش. ماشي كلشي يقدر يقولها. انت اللي كاين معقوله انت اللي كاين. الله يحفظك سي مومو شكرا بزاف. شكرا ليك. الله يحفظك. انا شحال هذه كنعيط لكم واليوم تسعفني الحظ باش نهضر معكم. مرحبا مرحبا غزال. مرحبا حبيبي الله يعاونك اخويا الله يسلمك امورك الله يفرحك. مرحبا دير معنا تنتم الماش ممتاز ممكن 05 30 300 300 05 30 300 300. سيداتي انساتي وسادتي الماش ممتاز العلاقه ديالكم العلاقه العاطفيه ديالكم امور صبابا هاد الايام صبابا ماشي حتى الهوا تجربوا باش تتاكدوا نتاكدوا معاكم ممكن في الماش ممتاز تعيطوا للستاندار اذاعات ايت راديو 05 30 300 300 05 30 300 300. خديجه خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام كلشي بخير؟ صافا مومو هاني الحمد لله في امان الله. بغيت تجربي هشام؟ الله يبارك. وي مومو وادي شده أنا مصدوم ياك. عندكم علاقة ديال 10 سنين تبارك الله. أنا قريتها 10 سنين ومن بعد كنقول واش 10 شهور ولا 10 أيام هي لا 10 سنين. 10 سنين يا واو. أه شفتي أه طالعة في 11 تعرفتي عليه تبارك الله. فاش كانت عندك 19 عام وعندك 29 عام؟ لا 19 عام ما كنت مازال كنقرا في الليسي. وكي دار الامور وكي دار العلاقه سا مارش با علاش ما بحكم الظروف هو في كازا انا هنا في الطات ما بقيناش تلاقينا عادي شي عام تقريبا اللي ما شفتوش عام ما شفتيش يعني قبل هذا وي ما شفتوش وقبل منها ديك كازا ستات كازا ستات كازا قريبه ستات كاين تران كاين طاكسي كاين كلشي موجود ولكن كاين كلشي غير بحكم الظروف وصافي وسيرتو هاد الجائحة حتى هي ما عاوناتش دونك كلش تيقارو اختي. الناس تلاقاو الناس تلاقاو الناس سافروا الناس مشاو شافوا تلاقاو والله الا تلاقاو وحتى حنا كنقولوا نتلاقاو ولكن ما كتبش كل مرة كتوقع شي حاجة ما كتكتبش وصافي. هاد قبل هاد عام يعني على اساس خص الامور يعني غادي يجي ان شاء الله الدار وهذا والامور تاخذ المجرى ديالها 10 سنين يعني راه بركه خصنا زعما خصنا ديال هادي هي الهضره اللي كتقولي انت خديجه لهشام خصنا 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 وخلاص راه طبيعي يدي زعما ماشي ولا بحال الوالد. دونك من داز هذا الوقت ما يعني شي اعذار تخاصم على السبور علاش ما كتعيطيش انت لا خصك انت اللي تسولي يدي الله يهديك لا في انا في هذا زعما انت سولتي لا وتا انا خصك تعيطي ليا تا انا خصك تسولي فيا هادي هادي. المهم اسباب كدوز خاصمه شهر شهرين هاد المده اللي طولت شويه بزاف هادشي. المهم هضرنا رجعنا نهضروا شي ثلاث شهور تقريبا هضره ناقصه ماشي ديك الهضره اللي هي راكم خديجه راكم ما تلاقيتوش هادي عام ونص راه عام ونص ما تلاقيتوش وانت في 16 وهو في الدار بيضاء دابا انت ما قدراش تمشي عنده وهو ما قادش يجي عندك والو. انا ظروفي اللي ما سامحاش ليا علاش دابا مشكل من بعد هاد الوقت ما عرفتش كيفاش قال لي خصك تجي نتلاقاو قلت ليه ان شاء الله يقول لي واخا راني هاد التقليد حقا راني باش ما نتلاقاكش كيفاش وانا نشد ليه في هاد النقطة لا غير كنضحك كيفاش هكا تضحك الناس كيبغيو قالوا لي ما تبقاش تلاقاها
يا هشام ما فهمتش فهمني ولا لا والله تغير كنضحك معك صافي 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 انا عارفه الحلو ديالو اصلا عنده الله يسمح ليه يسمح لينا جميعا واللي وقع خديجه انا اللي غد تقول واخا فهادشي كامل اللي وقع انا راه شبعت صدمات انا كنهضر معك وكنصدم والصدمه الاخرى اللي ساق لها خبر وانه واحد السيد من الخدمه خدام معاك بغى يخطبك وبغى يتزوج بك وقلتيها ليه قلتيها لهشام اللي غنعيطوا اللي غنجربوا شنو قال لك هو؟ قال لي ما خصكيش اصلا انت تفكري فيها ما كانش يعني ما خصكش تطرح لك باش تسوليني يعني مادام انت سولتيني صافي يعني راك بحال انت راك عاطياني نص الجواب ديك اللعيبه ديال راه انا بغيتو بهذا المعنى هو كيقول قلبي عامر مومو قلبي عامر عامر انت قلبك عامر ودابا عمرتي قلبي تانايا واو الله العظيم قلت لي اوكي دير حل يلا زعما نقضيو الغرض ونعيشوا حياتنا تحنا بحال الناس بركه 10 سنين يعني راه بركه لا انا وظروفي ما تسمحش لي انا ما غنمكنش ليا ندخلك دار ديال الكره وخصني ظروف زوينه وانا باقي ما موافقش دابا ديك كليشي انا انت راك عارفني راه ماشي شي انسان اللي ما عرفش شنو ما راه صبار انت معاه في الحلوه والمره كلشي كنبغيه كتحبيه داكشي علاش غنعيطوا ليه نجربوا دابا في المشموم تيست ثلاث شهور مهمه جدا انا خديجه نعيطوا لهشام المشموم تيست هو تيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر يعزك انت ما يعزكش انت الا ما يعزكش انت غير بلاتي احسن وانت خاصك لابد تهضر معاه في الاخر باش ما كان واخا خديجه داك ان شاء الله والله يدوز هذا المشموم بخير على خير نعيطوا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسيدي شبارك لاباس عليك الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله نقدم لك راسي مرحبا معك فاتي من شركة ورود المغرب حنا واحد الشركة مختصين في بيع الورود وفي إطار تعريف بالمنتوج ديالنا أكثر درنا واحد القرعة صغيرة ومبروك عليك أسيدي كنتي ما بين الناس المحظوظين اللي ربحوا معنا بوكيت فلاغ تقدر تهدي للحبيبة الخطيب ولا الزوجة ديالك عطيني السمية ديالها المدينة ورقم التليفون حنا كنصيفطوه لها حتى لعندها سواء الخدمة سواء الدار لمن تبغي تهدي هذا البوكيت فلاغ ما عرفتش في أين المدينة في كازا اي مدينه في المغرب كامل حنا كنتكلفوا بكل شيء انت اللي عطيني السميه والمدينه ورقم التليفون وحنا كنصيفطوه ليها حتى لعندها وما كتخلص والو كل شيء على حسابنا احسن حاجه هذه لي انا جيبوا لي امان سهل سيدي ولكن لك انت احباس بارك احباس سو احباس سو احباس بارك احباس في شاب اخبارك الله يحفظك كلشي مزيان الحمد لله معك مومو سهلا بس مرحبا مومو الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا كيدايرك بخير لاباس عليك كلشي بخير اخويا الحمد لله راك معنا في الماش ممتاز كاين واحد السيده اللي معيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوك شكون هي ما عرفتش حيت ما عنديش شي خطيبه ما عنديش واخا ندوز عليك مرحبا الو الو وي السلام عليكم لاباس الحمد لله الله يسوق خير الباك صافي شي مزيان شي هانيه صحيحه الحمد لله والله مالك الحال ما نستاهلوش الورد لا ما راهش قد المقام زعما لا تستاهل كل خير قلت لي الطرقه بعيده ما حاش يوصلوا لك الورد قلت لك توصلها حتى للخدمه ما عندهاش مشكل انت علاش فكرت على هذا الشيء كامل ايوا ما المهم بان لي قلت لك صافا فين غيزارة قال لك كتكون على العالم المغرب كامل دونك ما عندهمش مشكل ما كاين غير شاهد كل خير الله يعين عرفتها شكون هشام عرفتها شكون لا عرفتها دار بن برد عارف عيب واحد اللي دار بن برد لا لا ما عنيتش لا والله إلا تستاهلي أنا بغيت راك كنت باغي نهديه لك ولكن راه هضرت معاك على قبل بانت لي المسافة بعيدة دابا مزيان هادي جديدة أخويا هشام هادي سمعنا جميع الأعذار فاش واحد فاش واحد كيحصل سمعنا جميع الأعذار هادي بانت لي مسافة بعيدة هادي جديدة عندك هادي أخويا هاديك أخي مومو هادي والله إلا بنادم كيحصل راه ضروري خصو يدير شي عذر وصافي هادشي اللي كاين حيت أنا سمعتك من بعد قلت لك شكون اللي معايا تلاقى بجوج جزرك ما عرفتيش قلتي ما عرفتش الله يحفظك الله يخطيك الله يبارك فيك واخا هشام خديجة ما تقوليش حاجة لهشام لا واخا هشام شكرا أخويا السلام عليك الله يحفظك شكرا خويا شكرا الله يبارك فيك بسلامة يا خويا بسلامة هاد المشموم من الاول صدمات صدمات صدمات
ما عندوش. دابا شوف فهمتي انت، دابا شوف فهمتي، دابا شوف فهمتي، دابا كلشي باين. ما تجيش شنو فهمتي يا خديجه دابا انت؟ 10 سنين وليت كان كان بحال ليا عرفتي هذوك الاعذار، حساب لك غير هذا الشيء، هاد الاعذار زعما راه ماشي عادي انا بالنسبه ليا، دا عاود ندوز عليه عرفتي شي امور وقعوا اعذارهم كي كانت باهته. واخا عرفتي شنو خاص انت خديجه؟ انا واش خاص خاصك دابا، خاص الناس يهضروا معاك، خاص المستمعين والمستمعات يهضروا معاك، خاص تسمعهم واش غيقول لك. حيت انا الا كنت مستمع نعيد دابا 05 30 300 نقول لك هذا السيد هذا كيتريجر عليك، هذا هو المعنى الحقيقي ديال كيتريجر عليك. هذه ما فهمتهاش انت؟ ما بغاش تدخل لي الدماغ، ما بغاش تدخل لي الدماغ، كلشي قالها لي ماشي كيتريجر عليك. كيتريجر عليك بالنسبه كيتريجر عليك زعما مباشره، كيتريجر عليك قدام الجميع. خليك معنا خديجة، الناس عيطوا على قبل خديجة، مستمعين مستمعات إذاعات يتخذوش بتقول خديجة بكل صراحة، بكل صراحة 05 30 300 300 05 30 300 300.